Hello everyone, hope you're having a wonderful day. أهلا بكم أعزائي تلاميذ الصف الرابع في درسنا لهذا اليوم. Open your activity book on page 36 and 37, unit 3, lesson 1. Read and write the missing words. اقرأ واكتب الكلمات المفقودة. يعني هذا التمرين يخص school open day، يوم المدرسة المفتوح اللي أخذناه في كتابة تلميذ. نجي نقرأ الكلمات ونترجمها. egg and spoon، البيضة والملعقة. mom، الأم. cakes، الكيك. sister، الأخت. races، سباقات. people، الناس. dad، الأب. our school open day by Lena. Welcome to our open day. مرحبا بكم في يومنا المفتوح. In May, we have our school open day. Lots of فراغ. Come to our school. شو الكلمة المفقودة هنا؟ People. People. العديد من الناس يأتون إلى مدرستنا. My فراغ and فراغ are coming and my little فراغ. سلوى. نكتب my mom and dad are coming and my little sister، وأخت الصغيرة سلوى. my class has a stall and we are selling. هما شنو كانوا يبيعون؟ cakes. نكتب في الفراغ cakes. يوسف's class has a stall and they are selling drinks for the children and parents. There are lots of فراغ and games for everyone. كان هناك العديد من شنو؟ races، السباقات والألعاب لكل شخص. It is very exciting. إنه مشوق جدا. I'm in the فراغ race. I'm in the egg and spoon race. أنا في سباق البيضة والملعقة. ننتقل للتمرين الثاني. Look at these words. Put them in groups. انظر إلى هذه الكلمات. ضعها في المجموعات. هنا عندي هذه مجموعة الكلمات. راح نصنفها إلى numbers، أرقام. people، أشخاص. countries، البلدان. The first word، أول كلمة هي Lena. Lena اسم شخص. نكتبها في people، في قائمة الأشخاص أو مجموعة الأشخاص. 20. 20 هو رقم، رقم 20. إذن هو number، أكتبه في group numbers في مجموعة الأرقام. سلوى أيضا اسم شخص، أكتبه في group الأشخاص. China. China هي دولة، أكتبها في countries في مجموعة الدول. 1000. 1000 رقم ألف، نكتبها في group numbers. 16. 16 رقم 16، أيضا أكتبها في group numbers الأرقام. راشا. راشا هي دولة. راشا هي اسم دولة، اكتبها في group countries مجموعة الدول. يوسف. يوسف اسم شخص، اكتبها في مجموعة الأشخاص people. إراق. إراق أيضا، إراق is a country، نكتبها في مجموعة البلدان. كريم. كريم أيضا شخص، نكتبها في group people في مجموعة الأشخاص. إنجلند. إنجلند هي اسم دولة، أيضا أكتبها في countries البلدان. وأخيرا 12 هو number، رقم، أكتبها في مجموعة الأرقام. Now shift to page 37. Listen and say the rhyme. Write the missing months. استمع وقل الإيقاع. اكتب الأشهر المفقودة. دعونا نستمع.
مع ملاحظة كتابة أشهر السنة بحرف كبير دائماً. January, February, March. April, May, June. July, August, September. October, November, December. Look at page 39 in your people's book. Are you correct? انظر إلى صفحة 39 في كتاب التلميذ، يعني كتاب الملون، هل هي صحيحة؟ يعني نتأكد من إجاباتنا. بعد ما تأكدنا من إجاباتنا، listen to Nadia and Lena. استمع إلى ناديا ولينا. لاحظ هذه الأسئلة في هذه الحوارات. Can you help me؟ هل تستطيعين مساعدتي؟ Yes, I'll try. نعم سوف أحاول. What month is it؟ ما هو الشهر؟ يعني من أريد أسأل عن الشهر اللي إحنا به، يكون بهذه الصيغة What month is it؟ It's June. إنه الشهر السادس، يعني شهر تموز، شهر حزيران العفو. When is your birthday؟ متى عيد ميلادك؟ It's in July. إنه في الشهر السابع. رجعت جاوبتها وقالت My birthday is in September. عيد ميلادي في شهر سبتمبر، يعني الشهر 12 اللي هو الشهر الأخير من السنة. إلى هنا أعزائي التلاميذ انتهى درسنا لهذا اليوم. ألتقيكم في الدرس القادم إن شاء الله.